صباح الخير، يوم جديد في رحلة أفريقيا. اليوم نعست هنايا في هذا السبيطار، هذا السبيطار ديال الصليب الأحمر، ولكن كاينين لي شومبرلين. إلا كان شي واحد دايز من هنا وما عندوش فين يبات، كيعطيوه الشومبر كيبات فيها. هذا الفيلاج هذا سميتو لابي أوفوبي. دابا غنشد الطريق لواحد المدينة سميتها أتابامي، كاينة في هاد الجهة هادي. البارح كنت جاي من هنا. هو السبيطار كاين هنايا. المهم شومبر ديباني، اليوم نعس مع الفيران، ولكن ماشي مشكل. المهم كاين فين الضر كاع على الشتا، حيت في الليل كنصب هاد الشتا. هذا فيلاج صغير. دابا كنتسنى شي دراري باش نعطيهم الساروت. هيا الساروت، هادي هي اعلى نقطة دابا وصلت ليها في هاد الطريق. دابا ما كاين غير نزول، كاينين شي طلاعي ولكن صغار. الساعة دابا 4:30، كاين واحد الفيلاج هنايا لقدام سميتو أناب. خاصني نتقدم فيه داكشي اللي خاصني، باش الى جاب الله شدني الليل فشي بلاصة نلقى عندي كلشي، خاصني نشري الماء الماكلة كلشي. دابا خاصني نقلب على بلاصة فين غنبات. قلت لي واحد البلاصة في اي اوفرلاند، غنمشي نشوف واش مزيان. بونسوار، ما بعيداش بزاف. غتكون غير فشي بلاصة هنا. مازال كنقلب على بلاصة فين غنبات. هاديك البلاصة ديال قبيلة ما عجبتنيش، قريبة لواحد الدار. هنا ساهل تلقى بلاصة. هو انا كنقلب على بلاصه مزيانه بحال مثلا هنايا، نقدر نلقى شي بلاصه. نمشي نشوفو، نشوفو هاد البلاصه هادي. ايوا الا لقيت فيها شي بلاصه مزيانه يا سلام. راه الطريق اللي غندوز منه كاين لتحت هنايا خطر. زيد مازال لقدام نشوف. المنظر واعر من هنايا، ولكن خاصني نلقى بلاصه مزيانه. ما لقيتش شي بلاصه واعره. المهم كاينه بلاصه ولكن ما عجبتنيش. غنزيد مازال لقدام نشوف. او الله، ما بغيتش نمشي حتى لتحت، خاصني نلقى شي بلاصه هنايا الفوق. كنظن واقيلا لقيتها البلاصة هادي واعرة. المهم غنشوف شي بلاصة هنايا، يا اما هنايا يا اما لهيه. المهم عطا الله بلايص، وقدامك واحد المنظر اللي واعر بزاف. واخا جات جنوب الطريق ولكن ماشي مشكل، اصلا الطريق هادي ما كيدوزوش فيها الطوموبيلات. وبان ليا البياج لي طريق عادية وكاين البياج لتحت. المدينة اللي غنمشي ليها وقيلا كاينه لهيه، مبقاش ليها بزاف.
خير. بغيت نخطر على برا ولكن كاين دبان بزاف، ما يمكنش، مبغاوش يخليوني. راه كاينين شي وحدين حتى هنا نيت، هاهو نقاد شي قهيوة، هو ديال طوكو، هادي قهوة حليب. البارح خديت هادي، هاد الميكاد ديال المونغ، تقريبا راه فايتها كيلو، بثلاثين ريال تقريبا. المونغ دابا رخيص، وقليل كاع فين كتلقاه كيتباع، ما كيتباعش. غير كتدخل لحداش شي شجرة صافي كتهز، الناس هنايا مكيشريوهش. دا واحد البيمو هنايا، هنايا في غرب افريقيا مكاينش، ما عندكش بزاف ديال الاختيارات، تاكل تشري اللي لقيتي صافي. ماشي بحال المغرب، في المغرب كاينين بزاف ديال الانواع. هنا هو كتدخل الحانوت كتلقى فيه ثلاثة، وكتلقاهم بحال بحال. الداخل ديال الخيمة كاين الحرارة، على برا الدبان. بالليل شني ولا المهم، صراحة بلاصة واعرة، ولكن الدبان ما بغاش يخليني نستمتع بها. انتم شوفوا شحال ديال الدبان، ها هما كيتسناو ليه. ها هما كيتسناو، ها بغيت تخرج مشيت، ها شوف شوف شحال كيخرج من السبال. شحال ديال الدبان، يمكنش ليا نوقف دابا نبقى هاكا، يمكنش ليا نبقى في بلاطو تخونا، ميمكنش ليا نوقف هاكا بلا ما ندير والو، بلا ما نتحرك. كيمشي والعين ديري، ايوا فهاد الصباح دازو شي رعاة ديال البقر، ولكن ما شافونيش دازو واقيلا من هنا. انا غير كنسمع الصوت ديال البقر والصوت ديالهم، ايش الدراري واقيلا. واو سيم شي صاف، ما بقى ما دار هنا، دبان جرى علينا. قبيله شعلت شويه ديال الدخان زعما باش يجري عليهم، ولكن والو. وقبيله عاوتاني حيت كيما كتشوفوا كيجيو السبادري بزاف، ها كيبان ليا اي حاجه كحله كيجيو ليها، بحال مثلا الشعر كيمشيو ديريكت للشعر. قبيله خديت واحد السبادري، هاي واحد الفرده، وجمعتها في بلاستيك فيها بزاف ديال الدبان دابا لداخل زعما باش يتسالاو، ولكن هادشي مكيتسالاش. هادشي واقيلا بسبب البقر واقيلا، ما عرفتش.
طيح سنعوان البقر ما عندهمش اللي يدين طيح سنعوان واو 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 GoPro arrêté vidéo GoPro arrêté vidéo دا كان شي واحد كيشوفني دابا من بعيد حسب لي بلي انا مسطن ها نتوما شوف ميمكنش بغيت غير نهرب صافي المشكل راه ما كيقرص ما والو ولكن كيدخل العينين كيجي لهنا وكيدخل الشعر نديرو الهروب هما البقيرات اللي دازو خلال الصباح ولا هادو وحدين اخرين طلعو غير مع الجبل واخيرا بزاز بزاز باش هرب ديرونجي بزاف بونجو خايفين الله الله استمتع بأكل أرخص فاكهة غرب أفريقيا اللي هي المونغ المونغ ما كاين حتى شي واحد غير يدوز أصلا خير موجود ديما كيكلاكسونيو بحال هكا في الفيراجات ما عرفت زعما واش الا كان شي واحد جاي وقف حتى يدوز ولا شنو ما عرفتش خاص في هذيك البلاصه اللي ناس فيها معصبه كلاكسون البياج ولكن البيكالات ما كيخلصوش الطوموبيلات كيخلصو انا ما فهمت واقيلا كاينه شي شركه واقيلا شي شركه خاصه هي اللي كتصيب الطريق ومن بعد كديرو بياج الا بغيتي تدوز تخلص بحال الشكل ديال يلاطو الرد ما عرفتش شمن شركه صايبات لينا الطريق في المغرب هذيك ديال مراكش اكادير واش ديال الشينوا واقيلا ديال الشينوا دابا واقيلا هما اللي ما عرفتش واش هما اللي كيتخلصوا ولا طرق السيارة ديال المغرب ما عرفتش المهم هنايا طريق عادية كتخلص ولكن مزيانة المهم طريق مزيانة الصراحة هذيك البلاصة اللي نعست فيها اليوم بلاصة واعرة كنت بغيت نبقى فيها حتى ال 12 ولا الوحدة واحد البيت ديال النمل دار مدرسة المهم كنت باغي نبقى تما حتى الوحدة تقريبا ولكن ما خلانيش الدبان ما عمري شفت انا الدبان بحال بزاف بزاف كاين شي فيلاج هنايا نشوف الى لقيت شي حاجة نتغدى بها اول مونغ موجود عندنا ونجو ترى اول مونغ في الشجرة هو كيتباع هنايا ما عندهمش المونغ لافوكا ما كاينش لافوكا هنا المهم ما كيتباعش في جنب الطريق فوق في الجبال كاين لافوكا موجود عندهم
لافوكا والاناناس البنان داكشي كامل موجود عندهم الفوق. لقيت هاد الضليلة هادي غنستاح فيها، منها غنزيد السلسلة ديال الفيكالا شحال هادي ما زيدتها، ومنها غنحاول نبدلها بهاد الفنوة تقريبا من غانا ونفرقه مازال ما تصايبش. أو باقي كيما هو، المهم تقدر تبقى غادي به حيت قادو داك السيد قادو. المهم غادي نحاول، هانتوما كيفاش دار داك السيد ديال غانا البنو، كنت فرقع من هنا ودار هاد شوية حتى شوية ديال البيكالاني شوية ديال البنو ديال البيكالا ودارو لداخل، هادي غير باش ديباني وصافي. ولكن صراحة صدقات واعرة، ولكن هدا هو في اللحظة لقيت فيه واحد التقبة دابا كبيرة. يلا بديت الرحله، بزاف ديال الناس كيقولوا لي دي هادي دي هادي دي دي بنو سكور، ما يمكنش دي كلشي، الا جيتي دي كلشي خاصك دي كادر كادر سكور حتى هو خاصك دي، يمكنش دي كلشي غادي شويه شي حوايج صافي دي شويه وصافي، بحال مثلا شومبرير وي دي بنو يقدر، باش دي كلشي راه ما يمكنش. كاينه واحد الحديقه ديال الحيوانات هنايا، هاهي هادي اللي على اليسار، إلا كانت أكثر من 2000 ما غندخلش ليها، إلا كانت 2000 غندخل ليها، 2000 هي 35 درهم، هاد صغيرة ما كبيرهاش بزاف، نشوفو شنو غيقولو. بونجور، ريحة الماكلة كاين فيها، هادي خا كاينة هنايا ولكن خصنا نتسناو نشوفو شنو غيقولو. صراحة فيا الجوع، فيا الموت ديال الجوع، خصني نتغدى. واحد النقوص لي مكنلقاه في القهاوي هنايا، لا بغيتي يجي عندك السربال. Bonjour, ça va? Il y a à manger? Hein? Il y a quoi? Yari? Yari, mais on va préparer ça. Ça va prendre combien de temps? 30 minutes. 30 minutes? C'est combien? Le plat, c'est 1000 francs. 1000 francs? Ok, c'est bon, je veux. Le riz, c'est un peu bien en comparaison. Hier, il y avait préparation 5000. Avec un poulet, avec un poulet 4000. Ah. Il y a brochette 1.200. Il y a frites, il y a spaghetti, tout ça. Spaghetti combien? 1000 francs le plat. Ok, je veux spaghetti. Spaghetti, c'est bon. Ouais. Avec omelette ou bien, avec viande. Parce qu'il y a, on fait ça avec viande de bœuf. C'est combien? Si vous voulez, avec un viande de bœuf, 1000 francs. Et puis, on met sur ça, ça fait 1500. Ok, je veux 1500.
كاين الروز ولكن خاص تسنى الا بغيتي الا بغيتي يطيبوه لك. الروز الروز عادي ب 16 درهم تقريبا ولا 17 درهم. الا بغيتي يزيدك اللحام ولا الدجاج ولا المهم شي حاجه، الا بغيتي تزيد شي حاجه اخرى الروز بوحدو ب 17 درهم. بغيتي تزيد شي حاجه خاصك تخلص 4000 4000 اللي هي تقريبا شي اكثر من 60 درهم. اكثر من 60 درهم غالي عندهم المال. دابا قربت ندخل لمدينه اتيبيمي، كاين غير هنا ما بعيدش بزاف تقريبا شي 5 كيلومتر ولا ما كاملاش. وكاين واحد الطريق اللي هذيك الطريق هي اللي جايه من لومي وكتدير كدير الشمال ديال طوغو، وتما فين كاينه هنا فين كاينه مدينه باليمي، المدينه اللي دخلت فيها ملي يلاه دخلت لطوغو. ولكن اليوم ما غندخلش لهاد المدينه هذه اللي كاينه هنايا، اليوم غنمشي لواحد واحد الشلال، واحد الشلال كاين حتى هو على اليسار. كان غنمشي مع ديك الطريق نيت غنمشي نشوفو، وغدا ان شاء الله غنرجع للاتيبيمي.